بما أننا تقريبا في موسم الفواكه مثل الخوخ، القرع، البطيخ، الكرز، المشمش، المانجو، البرتقال إلى آخره، ما أطلبه منكم؟ السلام عليكم من جديد. قبل البدء بحلقتنا أريد منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس تدعمونا بلايك والتعليقات. بما أننا تقريبا في موسم الفواكه مثل الخوخ، القرع، البطيخ، الكرز، المشمش، المانجو، البرتقال إلى آخره، ما أطلبه منكم عدم إلقاء البذور لهذه المنتجات في سلة المهملات، ولكن بدلا عن ذلك غسلها وتجفيفها في الشمس وتخزينها في كيس ورقي وليس في البلاستيك، وحملها معكم في الحقيبة أو في السيارة في كل مرة تذهب فيها إلى البرية أو أثناء سفرك على الطريق. قم برمي هذه البذور على الأرض. من خلال هذا العمل البسيط يمكننا المساهمة بزراعة شجرة أو فرع صغير كل موسم في عالمنا. من خلال هذا النشاط نحن نأمل في تحويل هذا العالم إلى الأخضر. لقد روجت الحكومة التايلاندية هذه الفكرة لجميع مواطنيها في السنوات الأخيرة. أجرت العديد من مناطقها هذه الحملة بحزم وكانت ناجحة جدا، تضاعف عدد أشجار الفاكهة والبقوليات في البرية خاصة في المناطق الشمالية من تايلاند. انضم الماليزيون إلى التايلانديين في هذه المبادرة الرائعة لنشر الوفرة في الطبيعة، وبهذه الطريقة البسيطة والفعالة ساهموا في حفظ الأرض للأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.